النهاردة معاد قواعد يونت 6. النهاردة هنتكلم عن adjectives أو الصفات. هنعرف إيه هي الصفات أو إيه الحاجة اللي بنسميها صفة. الصفة بتوصف إيه بالظبط في الإنجليش، وبتيجي إمتى، وبتيجي بعد إيه وقبل إيه. في الأول لازم نعرف إن الصفات دي بتصف الأسماء، يعني لو عندنا حاجة مثلا فعل ما بيتوصفش بالصفة، ما بيتوصفش بالadjective، أما الصفات دي ما بتصفش غير الأسماء. طيب بتيجي فين؟ بتيجي قبل الاسم. في الإنجليش الصفة بتيجي قبل الاسم، وده أول مكان ليها وأول ملحوظة فيها إنها بتيجي قبل الأسماء. طيب ناخد مثال زي ما إحنا متعودين، مثلا لو قلت we bought، يعني اشترينا new bins، اعلام جديدة. new دي الصفة، والموصوف بتاعي اللي هو bins جه بعدها مش قبلها. طيب مثال تاني، I have nice shoes مثلا، أنا عندي أحذية رياضية أو أحذية حلوة. I have nice shoes. nice دي الصفة وده الموصوف، جت قبل الاسم والاسم جه بعدها. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة في الصفات عندنا إنها ساعات بتيجي بعد أدوات النكرة والمعرفة، اللي هي الآ والذا والآن، ساعات بتيجي بعدهم. طيب إمتى بتيجي بعد الأدوات دي؟ لما يكون الموصوف بتاعها مفرد. إزاي؟ أنا هنا قلت شوز دي جمع، وقلت بنز ده جمع برضه. طب لو أنا هكتب مثال بنز ده، أقول وي مثلا بوت، عايز أقول قلم واحد جديد، هخليها a new pen. أوكي، جت ليه الـ a ما جاتش new على طول؟ علشان ده pen واحد، مش شوية قلم. أوكي، طبعا هنا مش هينفع أشتري فردة جزمة واحدة، فمش هينفع نجيب المثال ده، ممكن أديكم مثال غيره. مثلا I have a square bag، يعني معايا شنطة مربعة. square square يعني مربع، وهنا جاية بصفة للشنطة. اوكي، I have a square bag، وكانت بعد الآ، يبقى هنا ما بتجيش قبل الآ، لا بتيجي بعدها. خلاص دي الملحوظة بتاعتنا. طيب الملحوظة الثالثة، ان الصفات ممكن تيجي بعد verb to be. بتيجي ازاي بعد verb to be؟ لو قلت مثلا my friend صديقي is helpful. helpful يعني بيساعدني، او هو بيقدم المساعدة. طيب ده صفة ليه، ان هو helpful زي friendly كده، وجت بعد verb to be. اوكي، مفيش حاجة اسم بعدها، لا الاسم جه في الاول وبعدين جبنا verb to be عشان بمعناها يكون مساعد او يكون helpful. طب مثال تاني، the turtle، حد عارف التورتل؟ التورتل اللي هي السلحفة. The turtle is very slow. الصفة بتاعتنا very slow أو slow، وجت بعد is دي اللي هي تكون عايد على مين؟ على السلحفة. طبعا لو الفعل ده جمع هيبقى are، أو لو في الماضي هيبقى was، أي حاجة من دي. أوكي، الصفة في الحالة دي بتيجي بعدها. طيب الصفة بتيجي كمان بعد بعض الأفعال. بعض الأفعال زي إيه؟ زي look، زي seem. لوك هنا مش معناها انظر، لوك هنا معناها يبدو عليه، وسيم كذلك. فيل، سميل، دول كلهم بمعنى يبدو عليهم. اوكي، في بعد كده بيكم، يصبح. يصبح ممكن يجي بعدها صفة، زي مثلا بيكم وايتر، اصبح لونه اكثر بياضا مثلا. بعد كده ممكن جيت، برضو نفس الفكرة، يصبح. وفي stay، زي مثلا لو قلت لواحد خليك هادي، stay calm، stay calm، calm ده هادي، دي الصفة، فبقول له ظل زي ما انت، stay يعني ظل او افضل بالبلدي، افضل هادي. طيب هات مثال كده، هقول the food، الطعام tastes، يعني يبدو عليه او طعمه taste هنا طعمه good مثلا، حلو او delicious اي حاجة. فهنا جت الصفة بعد ايه؟ بعد verb taste، طبعا ده من الافعال اللي مكتوبة هنا. طيب مثال تاني، مثلا اقول له you look او you seem،
يعني معناهم هما الاثنين يبدو عليك زي ما قلنا فوق. tired مثلا يبدو عليك انك تعبان. tired هنا صفة جت بعد مين؟ جت بعد الافعال دي. طبعا الموصوف جه في الاول، الاكل هو الموصوف، انت هو الموصوف، جه قبل الافعال وجت الصفة دي بعدها وخلاص في الاخر. طيب كده خلصنا كل الاماكن اللي بتيجي فيها الصفة. فاضل دلوقتي ناخد كم ملحوظة على الصفات. أول حاجة عندنا في شوية صفات لو حطينا لهم ذا قبلها قبل الصفة بتتحول للجمع منها، زي إيه؟ زي the poor مثلا. the poor، poor معناها فقير، لو حطيت له ذا قبلها بقت معناها الفقراء، زيها زي the rich الأغنياء. طيب عارف كلمة homeless؟ هومليس معناها ملوش هوم، ملوش بيت أو متشرد. لما أحط ذا قبلها ذا هومليس المتشردين أو اللي ملهمش سكن يعني. ذا يونج الشباب وذا أولد العواجيز وهكذا. فإذا لما بحط ذا قبل الصفات اللي هي من النوع ده بتتحول للاسم بتاعها والاسم الجمع، مش معناها الفقير الواحد، لأ، الفقراء كلهم، الأغنياء كلهم. أديكم مثال عليها، مثلا we should help the poor، لازم نساعد الفقراء، يبقى هنا الفقراء دول الناس اللي احنا هنساعدهم. أوكي، ممكن نقول مثلا the government الحكومة built في الماضي بنت a lot of houses منازل لمين؟ for the homeless للمشردين اللي ملهمش منزل. حطيت the وبعدين homeless بتحولت الى الاسم بتاعه. احنا قلنا ان عادة الصفة بتيجي قبل الاسم وبيجي بعدها الموصوف. في بعض الصفات ونركز قوي قوي في الملحوظة دي عشان مهمة جدا، ما بيجيش بعدها اسم، ما ينفعش يجي بعدها اسم في كل الاحوال، ماشي؟ طيب زي ايه؟ زي ill معناها مريض، asleep، وخدوا بالكم كل الصفات اللي هي بتبتدي بالآ بالشكل ده زي asleep، awake، along، ashore، كلها خدوا بالكم الكلمة حتة واحدة، الآ لازقة فيها مفيش مسافة، دي كلها صفات. جميل، بس صفات ما يجيش بعدها اسم. أمال تيجي إزاي؟ هقول لك دلوقتي. في زيها alive يعني حي، afraid، afraid هي تتكتب كده ما فيهاش ايه وزيادة عليها ولا حاجة، هي كلمة واحدة وبالصدفة تبع اللي ما بيجيش بعدهم موصوف. في pleased، pleased معناها مسرور، I am pleased to meet you، يعني أنا مبسوط إن أنا قابلت. في glad، glad يعني مبسوط برضو. وفي ashamed، ashamed معناها خجول أو يعني مكسوف من حاجة حصلت محرجة بالنسبة له، ashamed. طيب اديني مثال كده وقول لي يعني ايه ما يجيش بعدها اسم. هقول مثلا the boy الولد is ill، الولد يكون مريض، صح كده؟ اه صح، مفيش مشكلة. طيب ممكن اقول this is the الboy، ينفع؟ اقول لك لا غلط. ليه يا عم؟ علشان ما تجيبليش الاسم بعد ال من الافعال زي ما احنا قلنا اهو، اللي ما بيجيش بعدها اسماء. طيب امال اكتب ايه مكان هنا لو انا عايز اسيب الجمله دي زي ما هي؟ هنا في الحاله دي ممكن تبدل ال مثلا بسك، سك يعني مريض، اقول this is the sick boy، صح يمشي الحال. لكن الboy غلط. اوكي زيها تاني، they were كانوا all كلهم asleep، كلهم كانوا نايمين، asleep صفة ليهم كلهم وما بتجيش بعدها اسم. طب اديني مثال كده تاني عليها يجي في الاخر اسم وشوف هتنفع ولا لا. لو قلت مثلا الحرامي the thief tried، حاول not to، ألا wake the asleep people، يعني الحرامي دخل البيت وفي ناس نايمة وبيحاول ما يصحيش الناس النايمة. هل ينفع أسيب asleep في الوضع ده في الجملة دي ولا غلط؟ طبعا غلط.
ما ينفعش اسليب بعدها اسم. امال طيب ممكن اقول ايه؟ ما الجملة دي ما تجيش اسليب في الاخر، يعني عندي فاعل وفاعل وحوار. يعني هقول لك ببساطة هنا، ممكن تقول the sleeping people مثلا، الناس النايمة. اوكي، تدور على صفة بتدي نفس المعنى، مش شرط، مفيش مقياس، مش دايما تشيل الا وتحط ing عشان ما حدش يطلع قاعدة من كلامي. انت بس هتشوف صفة بمعنى نائم، بس تكون غير الصفات اللي احنا كتبناها دي اللي ما بيجيش بعدها ناو. خلاص، اخر ملحوظة في الصفات، احنا قلنا انها بتيجي قبل الاسم، اوكي، ما عدا في بعض الكلمات ما بتجيش قبلها، بتيجي بعدها. اوكي، بتيجي بعد كلمات بتوصف الكلمة فبتيجي بعدها، مش بعد is و verb to be والحاجات اللي قلناها فوق. لا، دي اسماء بس بدل ما تيجي قبلها في العادي بتيجي بعدها على طول. زي ايه؟ هتلاقوهم شبه بعض وسهلين، اللي هم someone، anyone، anything، something، مش عارف ايه، كل دول كلهم شبه بعض. no one، nobody، nothing، nowhere. يعني السواب اللي بيتغير عندكم اللي هي some و no و any و every، وحط بعضهم بقى وراهم one، nobody، where، و thing. كل دول اي حاجة منهم هتيجي هتبقى تتحول من الاسم، من الاسامي اللي ما بيجيش الصفة قبلهم. اوكي، انت لخبطتني، عايزين المثال. لو قلت مثلا let's go somewhere، مكان ما، quiet. ايه ده؟ يعني ايه؟ تعال نروح مكان هادي. let's go somewhere quiet، الصفة دي وصفت المكان somewhere بس ما بتجيش قبلها. مش هينفع اقول let's go quiet somewhere، مش هينفع خالص كده. انا عشان اوصف المكان بان هو quiet فبحطه بعد somewhere. let's go somewhere quiet. طب مثال تاني، عايز اقول بالعربي انا ملاحظ حاجة غريبة او انا لاحظت حاجة غريبة، يبقى مثلا اقول I noticed، لاحظت، I noticed something. ها، something شبه تبع الكلمات اللي قلناها دي فوق. something strange، غريب. I noticed something strange with هدى مثلا. شفت في هدى في حاجة غريبة بتعملها، او ملاحظ ان في حاجة غريبة عليها. اوكي، فجت فين strange؟ ادي strange دي الصفة، دي بتوصف مين؟ الحاجة something، وجت بعدها. خلاص، خلصت، دي اخر ملحوظه في الصفات. كده الصفات بشكل عام اتكلمنا عنها تماما. عندنا بعد كده اللي فاضل لنا في الدرس هو المقارنات. المقارنات نوعين، عندنا مقارنه ما بين اتنين ومقارنه ما بين واحد ومجموعه. طيب اولا في المقارنه ما بين اتنين، لما اقول حد مثلا اطول من حد او حد اقصر من حد مثلا، فكل الفكرة ان انا بقول فلان اللي هو الاولاني مثلا taller than التاني، مش ده اللي احنا بنقوله على طول؟ دايما بنعمل كده taller than. taller than دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن tall اللي هي الصفة، صح؟ وعبارة بعد كده حطينا لها er وحطينا كلمة than، مش هي دي؟ tall دي صفة و er و than، تمام. ده الشكل البدائي خالص للمقارنة ما بين اتنين، وما بين اتنين سواء عاقل أو غير عاقل بنفس الشكل ده ونفس التركيبة دي. بس هل كل الصفات بتيجي فيهم نفس التركيبة دي؟ قال لي لأ، دي الصفات القصيرة. يعني ايه القصيرة؟ يعني بتتكون من مقطع واحد. طيب اديني كده مثال مثلا تاني غير طول. لو قلت مثلا big، أقول مثلا elephants are bigger، أكبر than dogs مثلا، أكبر من الكلاب. عندنا هنا المقارنة ما بين elephants و dogs، وفي الحجم فطبعا مين الأكبر؟ الـ elephants، bigger than dogs. هنا bigger حطينا لها er، طبعا الجي زيادة دي حاجة شاذة بس في big، وبعدين كلمة than. طيب طبعا أنا كاتب لكم الشواذ دول مكتوبين كلهم في المذكرة عشان ما تخافوش، وكاتب طبعا لسته او جايب لكم لسته بشويه صفات كتير وصيغه المقارنه ما بينهم. طيب دي بالنسبه للصفات القصيره. طيب بالنسبه للصفات الطويله، هل بحط لها اي ار؟ قال لي لا، بتحط لها حاجه تاني.
لو انا عايز اقول ان فلان ده اكتر من فلان في حاجة بقول more وبعد كده الصفة، تمام؟ طيب لو عايز اقول اقل من فلان التاني في الحاجة دي فبقول less وبعدين الصفة، هي هي. طيب اوكي، يبقى عندنا الفلان الاولاني والفلان التاني هو ده is more مثلا كذا than ده. تعال نشوف مثال. لو قلنا مثلا منى is more beautiful، يعني أكثر جمالا than مي مثلا. منى أكثر جمالا، more beautiful. beautiful عندنا صفة كبيرة، مش هينفع أقول is beautifuler than مي، ما تجيش، مش كلمة دي. طيب مثال تاني، ممكن أقول مثلا watching TV، مشاهدة التلفزيون is less useful. ايه ده، فاكرين useful اللي كانت شبه helpful اللي في اول الدرس؟ less useful، useful هنا دي صفة طويلة فبقت less useful than مثلا reading، اقل في الاهمية او في اقل في الاستخدام عن القراءة. اوكي طيب يا سيدي، كده عملنا في المقارنة ما بين اتنين، سواء صفة طويلة او صفة قصيرة. وبفكر تاني، الصفات مكتوبة في جدول، عامل لكم جدول للشورت وجدول لللونج adjectives، الحاجات الطويلة اللي هي بالاي ار وزان، سوري الحاجات القصيرة بالاي ار وزان، والحاجات الطويلة بلس ومور. طيب ده بالنسبة للمقارنة بين اتنين. بالنسبة للمقارنة ما بين مجموعة، ايوه بالظبط زي ما انتوا فاكرين كده، بحط بس EST بعد الصفة وبحط حاجة قبلها، بتحط ذا. بمعنى ايه؟ لو هقول مثلا الأطول في الفصل مثلا هيبقى the tallest، الأطول tall أهو طويل، والـ EST وقبلها ذا. طب يلا ناخد مثال، لو قلت مثلا دينا is the shortest، الأقصر the shortest girl in the class مثلا، أقصر بنت في الفصل، سوري يا دينا، the shortest، the وال EST بعد الصفة، خلاص؟ طبعا الموصوف بتاعنا هو دينا، دينا is the shortest. طيب short دي صفة طويلة ولا قصيرة؟ دي قصيرة، إذا التركيبة اللي احنا قلناها مع الصفات القصيرة. طيب فاكرين الصفات الطويلة كنا واخدين عليها مثال beautiful مثلا، دينا القصيرة، بس دينا is the most beautiful girl in the class، هي أحلى بنت في الفصل. يبقى هنا عندنا في الصفة الطويلة التركيبة مختلفة بقى، ما بحطش EST، بحتفظ بذا أوكي زي ما هي، وبحط the most مع الأكثر. كانت في المفضلة ما بين اتنين كانت more، هنا بقيت most وحطت لها ذا طبعا، فبقيت the most beautiful أو the most والصفة الطويلة. طيب لو أنا عايز أقول أقل حاجة، أقل مش أكثر، فهتبقى the least، كانت برضو في المقارنة ما بين اتنين less than، هنا بقيت the least الأقل. يعني مثلا ممكن أقول عمرو is the least sorry عمرو برضو intelligent person here، يعني أقل واحد في الذكاء موجود معانا هنا، لا مؤاخذة. المهم ذا وليست يعني الأقل اللي بأنه بيفضلوا على المجموعة كلها، هو أقل واحد في الذكاء في كل الحاضرين. طبعا intelligent باين عليها قوي إنها صفة كبيرة. طيب القواعد اللي احنا قلناها دي بتاعت أغلب الصفات، في بعض الصفات التانية اسمها صفات غير منتظمة، يعني مثلا ما بقولش bad، ما بقولش عليها better than، ما بقولش كده، بقول worse، worse than يعني أسوأ من، ما بقولش عليها the baddest، لا بقول the worst في المفضلة ما بين مجموعة. في مثلا good، ما بقولش gooder than، بقول better than، بقول the best، الأفضل، وهكذا. كتبهم لكم كلهم في الجدول في صفحة 6 في البي دي اف، عشان نشوفهم، هم مش كتير،
مكتوب كل صفة والمفاضلة ما بين اتنين والمفاضلة ما بين مجموعة. خلصنا كل اللي فات ده، كلام سهل جدا ما فيهوش حاجة أعتقد. فاضل لنا بس شوية حاجات نركز فيها مع بعض عشان مهمة وفيها شوية فهم. عندنا لو عايز أقول إن الاتنين متساويين مع بعض في نفس الصفة، يعني أنا وأخويا متساويين في مثلا في الذكاء، أنا وأختي متساويين في الجمال مثلا، ساعتها بحط كلمة as وبعدين الصفة وبعدين as، يعني متماثل معاه في الصفة الفلانية دي. فلو قلت مثال مثلا وليد is as tall as باسم، وليد نفس طول باسم، as tall as باسم. طب لو انا عايز اقول مش مساوي ليه، يعني مثلا بيقول ده الاتنين دول طوال، اقول له لا ده مش نفس الطول بتاع ده، لا لا ده مختلفين، ساعتها بحط كلمة not قبل as الاولانية دي. طيب اديني كده مثال، زي ما احنا كلنا عارفين الانجليش جميل وسهل، فبنقول English is not، ها not اهي، as difficult as مادة جميلة زي الكيمياء مثلا، as chemistry، هو مش صعب زي الكيمستري. فحطينا ايه as و as اللي هي ما بينهم الصفة، يعني متساوي فيه، ولكن هو مش متساوي فيه فحطينا له not. خلاص يبقى التركيبة ببساطة، لو مثبتة تبقى as والصفة as، ولو منفية هيبقى not as والصفة و as، مش مساوي لي. as معناها مثل، فهو يعني صعب مثل الكيمياء، طويل مثل باسم، ده اللي هو معنى التركيبة بالعربي. طيب بصوا معايا كده، هنكتب مثال وبعدين نطلع منه القاعدة. لو قلت the higher you get the thinner the air becomes، يعني ايه الجملة؟ مبدئيا الأول بيقول له كل ما تصعد لفوق أكتر، get high يعني يعلى لفوق، وانت طالع مثلا على جبل أو حاجة، كل ما الهواء هيبقى أخف. thinner هنا مش معناها رفيع، معناها الهواء خفيف، الهواء قليل. طيب ده معنى الجملة، أنا قلت إيه؟ كل ما تطلع أعلى كل ما الهواء يبقى أقل، هي دي بالظبط الملحوظة بتاعتنا، كل أو كلما كلما، بيجي بعدها إيه ذا وذا اللي هي كلما وكلما دي، بيجي بعدها الصفة في صورة المقارنة ما بين اتنين، هنا higher كانت high اللي هو مرتفع وحطينا لها الـ er، وهنا thinner اللي هي thin اللي هو رفيع حطينا لها er. وبعدين تكمل الجملة. طب هات مثال تاني كده، لو قلت the more careful you are the better، ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص يا سيدي، مش احنا قلنا القاعدة the والناحية التانية the بيجي بعدهم الصيغة بتاعت مقارنة ما بين اتنين اللي هي دايما بيبقى فيها er، اه ماشي بيبقى فيها er بس ساعات بره بيكون more او less، صح؟ في الحاجات الكبيرة. هنا عندنا صفة careful، careful يعني صفة طويلة معناها حريص، فبيقول له كل ما تبقى حريص أكتر يكون أفضل. الله، better، better دي صيغة المقارنة ما بين اتنين من good، good better و the best، صح؟ طيب تنفع تحط هنا بعد ذا؟ اه مش هي صيغة مقارنة ما بين اتنين، بدل ما هنا كانت thinner بقت better، مفيش مشكلة. فبيقول له the more careful you are the better، كل ما تكون حريص أكتر كل ما ده يكون أحسن. better هنا عايد على الموقف كله، هيكون أفضل. أوكي طيب مثال أخير وحكمة في نفس الوقت، the kinder you are to people، كل ما تكون أنت عطوف أكتر على الناس the kinder they are to you، يعني كل ما تكون انت عطوف اكتر على الناس، الناس هتبقى عطوفة اكتر عليك. عندنا kinder و kinder بالصدفة جم زي بعض طبعا عشان ده دي حكمة، بس هو مش شرط اكيد، دي اللي شفنا في الامثلة اللي فاتت، بس هما الاتنين بيقارنوا مقارنة ما بين حاجتين، صح؟ kinder ذا بمعنى اكثر عطفا او اكثر عطف. طيب الملحوظة اللي بعد كده،
بيقول لي بص الصفات كده دي وركز فيها. عندنا صفة بمعنى منتشر اللي هي common، وعندنا clever ماهر، وعندنا polite مؤدب، و simple يعني بسيط simple، وعندنا صفة pleasant معناها مبهج يعني ماشي. طيب مالهم الصفات دي؟ قال لي الصفات دي بتمشي short وبتمشي long. ايه ده ازاي؟ يعني ممكن نقول commoner و the commonest، وممكن اقول more common than، وممكن اقول the most common. اذا ينفع عادي الاثنين؟ اخد مثلا مثال على simple، مثلا ممكن اقول simpler اسهل او ابسط، وممكن اقول more simple الاثنين صح. اذا عادي كده ممكن اقول the simplest الابسط، وممكن اقول the most simple. فهمنا الفكرة؟ دول هم الأفعال اللي بيجي في الحالتين بقى، اللي بتيجي ممكن قصيرة أو طويلة، فإذا ممكن نستعمل لها كده أو كده، نختار على حسب المتاح لينا الاتنين صح. طيب الملحوظة اللي بعد كده، إحنا قلنا حاجتين، قلنا إما ER وذان، لا إما ذا والصفة و EST صح؟ دول بيفضلوا ما بين اتنين، ودول بيفضلوا ما بين مجموعة. طب أنا لو قلت مثال زي كده، she is the older of the two girls. ايه ده؟ معلش معلش، انت بتقول لي the و older، مش المفروض the oldest؟ ركز بس كده، قلت في كام girl؟ انا قلت اتنين. فممكن المعلومة بتقول لي الصيغة دي ممكن تيجي لو انا بفاضل بين اتنين ومن نفس النوع، اللي هم اتنين بنات او اتنين تفاحتين، اتنين منجيتين، ايا كان، مهم حاجتين زي بعض، وبقارن ما بين قلت ايه، قلت اتنين. طب الصيغة تيجي ازاي؟ ذا وبعدين الصفة ومعاها ER، بس بيجوا ورا بعض على طول، مفيش ذان، خلاص بقى انا قارنت ما بينهم، قلت the older of، قلت الاكبر من. طيب مثال تاني، this is the longer of the two streets، الشارعين مثلا، يبقى الشارع ده هو الاطول من الشارعين، the longer، ما قلتش the longest، و of وبعدين حاجتين زي بعض. The longest امتى؟ لو ما كانوش شارعين، كانوا ثلاث شوارع، ساعتها ممكن اقول is the longest of the three streets، ومش هتبقى محتاجة انها تتكتب كملحوظة، لانها كانت تبقى طبيعية جدا. هنا بس بنقول طبيعي ان احنا ممكن نستعمل the ومعاها ER لو هو بيوضح لي ان هو حاجتين اتنين. طيب ركزوا في المثالين اللي جايين دول كده، لو قلت مثلا she is the most clever، احنا قلنا clever تنفع الاثنين، the most clever girl in the class معناها ايه؟ هي اشطر بنت في الفصل. طيب لو قلت المثال كده، she is a most clever girl، ينفع؟ ايه ده انت بوظت كل المقارنات اللي بتقولها لنا بقالك ساعة. اقول لكم فعلا انا بوظت المقارنات، لان دي مش مقارنه، هنا تحولت كلمه most بس دي بقت بتساوي very، فبقت she is a very clever girl، دي جمله خبريه عاديه جدا ما فيهاش مقارنه. اما اللي فوق فهي الاكثر ذكاء او الاكثر شطاره، البنت الاكثر شطاره في الفصل، خلاص فوق في مقارنه بالمجموعه، تحت مجرد كلمه عاديه بقت بمعنى very يعني معناها جدا او كثير، يبقى شاطره جدا وخلاص، بتكلم عنها هي بس ما بقارنش معها. طيب قربنا نخلص، خلاص فاضل ملحوظتين، برضو هنقارن مثالين ببعض عشان نشوف الفكره. لو قلت the Nile، نهر النيل يعني، is the longest river in the world، في العالم، معناه ايه؟ نهر النيل اطول نهر في العالم، the longest مقارنة بالمجموعة، صح؟ جملة صح؟ تمام، مفيش مشكلة خالص. بص الصيغة التانية دي اللي ممكن اكتب بيها نفس المعلومة، اقول
No river in the world is longer than the Nile. قبل ما تفكر تحفظ وقبل ما تشوف الملخص كاتبها لك نو ومعرفش والحاجة الموصوفة اللي هي بيفضلوا ما بينها، وبعدين صيغة أحسن من اتنين، ما تبصش على القاعدة، ركز كده معايا ونترجم. بيقول the Nile is the longest، أطول واحد في العالم. خلاص بدأ الجملة التانية ب no river، يعني مفيش ولا إيه، ولا نهر واحد، صح؟ مفيش ولا نهر واحد. وبيقارنوا بمين؟ بيقارنوا بالنيل. اذا انا قلبت مقارنتي الاثنين، واحد ريفر هنا اهو مع ايا كان اسمه، والنيل هنا الثاني الاسم الثاني. فبيقول لي ولا نهر واحد، ولا نهر واحد اطول من النيل، فبقت longer than the Nile. باللونجر بالاي ار مش longest، خلاص، لان انا بقارن بين اثنين اللي هو ولا نهر والنيل، خلاص. طب مثال تاني، تسمعوا عن قارة استراليا؟ هي برضو استراليا كلها قارة وكلها بلد واحدة زي مصر يعني كده، فبس هي بقيت اكبر بلد في الحجم بسبب ان هي قارة وحلها، يعني استراليا is the biggest. big بتكرروا فيها الجي، مكتوب عندكم في جدول الحاجات الشواذ. the biggest a country، اكبر بلد in the world. ماشي جميل. ممكن اكتبها بنفس الصيغة؟ يلا كده قولوا معايا اكتبها ازاي. نو ها مين نو ايه نو كونتري نو كونتري ان ذا وورلد، ولا بلد في العالم. عايز اقول is ها bigger than، ايوه صح، is bigger than أستراليا. ليه انت بتقارن بين اتنين؟ علشان انا هنا بخصص بقول ولا واحدة منهم، ولا واحدة في العالم اكبر من أستراليا. وطبعا المعنى متساوي بين الجملة اللي فوق والجملة اللي تحت، ودي هي الملحوظة، اخر ملحوظة خالص، خلاص وعد اخر واحدة. بيقول لي احيانا في كلمات ممكن احطها قبل صفة المقارنة ايا كانت هي ايه، عشان تبين ان المقارنة اكتر او اقل، يعني بافور في الكلام مثلا. لو فهمنا المعاني هتعرفوا معنى اللي انا بقوله. لو حطيت much مثلا او a lot او a little او a bit او far او even، دول كل فايدتهم او كل شغلهم لما بيجوا قبل صيغة المقارنة بيودي لك مقياس المقارنة. طيب هات كده مثال، لو قلت gold الذهب is much more expensive than silver مثلا، عن الفضة، اوكي. طيب بص كده، مش الصيغة العادية بتاعتي more expensive than مقارنة ما بين اتنين وصفة طويلة، صح والموضوع انتهى؟ طب ايه ماتش دي؟ ماتش دي بيقول لك انه مش بس اكتر، ده اكتر بكتير، مش بس اغلى، ده اغلى بكتير. طيب مثال تاني، the man is a lot stronger than his son، يعني الراجل اكبر او اكثر قوة كثيرا من ابنه. stronger than دي الصيغة العادية، زي هنا كانت more مع صفة طويلة، هنا stronger عشان صفة قصيرة، فحطت لها a lot علشان تبين المقدار، المقدار بتاعنا كبير. طب هات كده مثال أخير على الأقل، لو قلت مثلا، عارفين الأندرويد والآيفون صح؟ فممكن نقول أندرويد phones مالها R عشان دول جمع طبعا، a bit أو a little، على فكرة بيساوي بعض في المعنى، a bit يعني قليل من، a little easier to use than iPhone. معناها ايه؟ ان الاندرويد اسهل شوية في استخدامه عن الايفون. طيب اسهل، قلت اسهل ايه؟ قلت اسهل شوية اهي،
a little و a bit دي معناها أسهل شوية، و easier ده صفة صغيرة حطينا لها er طبعا اتحولت ل ier، دي موجودة في الجدول برضو، معناها أقل في السهولة أو أسهل شوية. to use دي إضافة، يعني الزان بتاعتنا وإكمالتنا أهي easier than iPhone عادي، بس أسهل في إيه؟ أسهل في الاستخدام، عشان كده كملت الإضافة دي. خلاص، المهم الفكرة بتاعتنا إن إحنا ضفنا دي قبل الصيغة بتاعة المقارنة زي ما هي، ما بتتكتب ما بتتغيرش، بمعنى بس إن إيه المقدار بتاعها أقل أكتر وهكذا. دي كانت آخر حاجة في الصفات، إن شاء الله أشوفكم المرة الجاية في يونت 7.